أخباري اليوم؟ سعيدة جدا بتواجدي، وخاصة أنه مهرجان كيهتم بجمال المرأة، كل ما هو طبيعي، كل ما هو كوسمتيك وبوتي، ففرحانة ككل الفنانين أو كل المغربيات يعني، بخصوص كنتكلم كمرأة، خاصة أنه كاين اهتمام بكل ما يتعلق بالمرأة. شفنا حتى الشركات الأمريكية وهذا، يعني كيفاش كيدخلوا لي برودوي يعني الأشياء المغربية، وعجبني علاش لا. فكيف قلت لك سعيدة جدا متواجد اليوم. Okay, so it's very nice for a makeup artist in general to use lipstick that is long lasting. That makes their work actually very easy and perfect. Then it's also very good to use an animal cruelty free product, and that is definitely taking over the market. And this is the first time that we've been to Morocco, so it is nice to introduce a fabulous lipstick to the Moroccan market. الاكسبو كتعرفوني انا كيعجبني اي حاجه متعلقه بالجمال، و سان في بليزير انا نكون في هذه المشاركه في اكسبو بحال هكا، اللي تقدروا تلقاو تو لي برودوي كوزميتيك، اي حاجه كتعلق بجمال ديال المراه. اي درت انا ماستر كلاس ديال اونور بور ان لوك ديال العروسه، و فوالا دونك هادشي اللي باش شاركت بالاكسبو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.